السلام تحية لك ولضيفنا الكرام ولكل مشاهدينا. نبدأ مع مباركة ثنائي الظفرة وشباب الأهلي دبي السابقين فيصل خليل وعبد الرحيم جمعة بفوز الكتيبة الحمراء، مؤكدين أن لا خاسر في المباراة والقادم سيكون أجمل. مبروك اليوم البطولة غالية، كأس رئيس الدولة، وتستاهلون أداء طيب ولا أروع. وأيضا نشكر فريق أيضا الظفرة اللي قدم مباراة كبيرة اليوم، كان ندل فريق شباب الأهلي، وفي النهاية ترى الفائز واحد يعني، وكلهم فائزين، ما في حد خسران اليوم يعني. الله يبارك فيك، وأنا بالعكس أحب أبارك فريق الظفرة اليوم، بالعكس ما أخذ الموضوع ان المباراه تكون سلبيه بالنسبه لهم، اتمنى ان هاي المباراه تكون دافع كبير لهم، هم حق المباراه، حق الموسم القادم. اتمنى ان نرجع مره ثانيه ونشوف فريق الظفر منافس صح السنه القادمه يعني. باذن الله ان شاء الله. من الواضح أن توقعات نجم ناديي الظفرة وشباب الأهلي دبي سابقا مخيت الضيوف في الأمس لم تصيب، لكنه بارك بكل روح رياضية الفوز للظفرة لشباب الأهلي دبي، وتمنى التوفيق للظفرة في قادم الأيام. Congratulations شباب الأهلي، hard luck for الظفرة، was a very very good game. لقد كانت مواجهة ممتعة وصعبة، استمتعنا بها، أتمنى التوفيق للظفرة في قادم الأيام، لقد قدموا مباراة رائعة، لكن شباب الأهلي استحقوا الفوز، وبشكل خاص أبارك لخليفة سليمان على اللقب، أنت تستحق التتويج لما تفعله من أجل النادي والفريق، مبروك لكم الفوز، تستحقون ذلك. Congratulations from me and congratulations all the players شباب الأهلي and good luck for the future. الشباب أهلي الظفرة UAE forever. وجه رئيس نادي النصر السعودي سعود آل سوالم بتخصيص دخل المباراة القادمة للفريق أمام نادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا لأسرة الفقيد سلطان بن مفرح البشري المشجع النصراوي وفته المنية مع نهاية خسارة ناديه أمام الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. نشرت عدة صحف مغربية تخوفها من تفاقم إصابة لاعب النصر نور الدين مرابط بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين وحاجته لأسبوعين راحة. موقع اليوم 24 أكد تواصل طبيب المنتخب المغربي مع الطاقم الطبي في النادي السعودي من أجل معرفة طبيعة الإصابة وخطورتها قبل انطلاق أمم أفريقيا. أما صحيفة المنتخب فأشارت إلى عرض حالة مرابط على طبيب آخر مختص في العضلات الخلفية، لا سيما أن مشاركته مهددة مع أسود الأطلس. وأخيرا وبعد طول انتظار، شهدت تدريبات النادي الأهلي مفاجأة سارة بعودة المدافع معتز هساوي من الإصابة التي لحقت به منذ الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب انسداد في الشريان الرئوي، وكذلك تعافي البرازيلي جوزيف دو سوزا بعد غياب دام 3 أشهر بسبب إصابة قوية في الركبة استدعت إجراء عملية جراحية وتأهيل بدني مكثف. صحيفتا توتو سبورت وجول الإيطاليتان كشفتا عن قرب المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز من قيادة نادي الأهلي السعودي عقب إقالة المدرب خورخي فوساتي لسوء النتائج. صحيفة جول أكدت أن العرض المقدم لمدرب نادي نيوكاسل الإنجليزي قارب 10 ملايين يورو، وبينيتيز يدرس بجدية فكرة الانتقال للتدريب في المملكة العربية السعودية. إلى هنا تنتهي أخبار اليوم، عودة إلى بكرة.